كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. أهلا وسهلا، مرحبا بك صالح. السلام عليكم، مرحبا بكم. شنحوالك؟ اقرب لي شوية للميكرو على خاطر نحب صوتك نسمعه بالقدي بالقدي. نفس اللبسة ما تبدلش، الدنجري والشاشية كي لبستي يا أخي، ما تنجمش تلبس لبسة أخرى؟ ما عنديش. ما عندكش؟ كيفش ما عندكش؟ صالح الفارزيتو ما أدراك. ما عنديش. على سن وربحه ما عندوش؟ ما عنديش. أنت باش تبدأ تروخ فيا من تو؟ عليه روخ فيا درج ونبدأ وندخل في المراوغات. ايه تفضل. ما عندك ما عندشهم اللبسة الفرنجي الكرافات والواحد ما لا موجود عندي موجود، أما بالمناسبات مش ديما مش ديما. أما في الدنيا هكا ديما هكا في الدنيا هكا. أنا نحس روحي فنان كان كي نبدأ معناه في التلفزة ولا على مسرح ولا قدام ميكرو، نعرف روحي وقتها فنان. أنا ما كعبت من الفن من البلاصة ذيك، مواطن عادي ما عنديش. صالح بن سليمة، صالح بن محمد بن يوسف، صالح الفرزيت. نعم. اللي سماك غناك معروف هذه من الدنيا، اللي سماك غناك صحيح. شكون سماك الفرزيت؟ شكون أول من سماك الفرزيت؟ والله كنا صغار، ملينا صغير تقريبا عمري 12 حبيت 13 سنة صغار في بعضنا سموني فرزيت. أولاد الحومة؟ أولاد الحومة سماوك تهكماً؟ لا ديما نغني في كل وقت نغني في كل وقت. الفرزيت ما هوش من أجمل الأصوات؟ لا ما هوش من أجمل الأصوات، لا ثم ما أصوات ما خير معناتها الشحرور. ايه ثم كنالو. ايه ثم أصوات خير مني، ثم أصوات، لكن المشكل فيه مش معناه في حكاية الصوت رو. رأي الأصوات تختلف رو، حتى اللي بيع في الغلة عنده صوت رو. أما ثم هي بيعطيها ربي في الصوت لأكثر لأقل، كما يعطيها لهذا كما يحرم منها لأخرى. ثم الأغناء اللي يقدموا المطرب، شنو الأغناء اللي يقدموا مستواه متاع الكلمات متاع الألحان متاع كذا. اليوم الفن الشعبي التونسي في حالة جيدة وإلا عندكش عندي وإلا يحتضر؟ لا باش نقول لك يحتضر ما يحتضرش، والله ثم أصوات حلوة ثم أغاني. مش أصوات حلوة. نحكي على أغاني. أغاني ثم أغاني حلوة ثم أغاني حلوة. شنو شنو سمي لي ثلاثة ولا أربع أغاني؟ لا ما نسميش. ما تسميش. ثم أغاني حلوة، ثم أصوات حلوة وأغاني حلوة ثم. لا أغاني الأصوات مانيش. أي ماهوش يحتضر، ماهوش يحتضر. تراه سمعني قل لي تراه مثلا نقص كما نقولوا نحن نقص السكسي نتاعو ولا أكثر أقل، مش كما قبل لما نقص شوية وكهو. قص برشا. إي نقص. قص برشا. وينهم النجاحات نتاع الفن الشعبي؟ وين والله سي الهادي وين هالجدد نتاع الفن الشعبي؟ خلينا نفركوها كعبد الرمان خويا. قبل كانت ثم الكاسات وثم السيديات تنجم تقدم ستة أغاني. هي تبوا ستة أغاني معناها سهلة باش تتفاهم مع شركة يسجلوا لك هما ويخرجوا هما ويوزعوا كذا. لكن هي تبوا المهمة صعبت على الناس رأي. المهمة تبوا ولات كليب خوي، وكليب بندابة ملايين رأي. ليه بأربعة صور دي ولا الكليب تبوا بخمسة ملايين تعمل كليب؟ فين ها وريني خوي. هاتو نوريك. وريني عليه يا أخي. جنة وترافيك نار بقديش الكليب تكلف؟ والله ما نعرف، ما عنديش ما عنديش ما اسألهم تو يقولوا لك. يقولوا لك ما أنت تو اليوم كاميرات صغار، ما أنت تك شباب نافحين. ممكن مازالوا ما فاقوش بها اللعبة هذه مع خطر. بالنسبة رو خمسة ملايين كي تجي أنت الواحد مازال مبتدي رو كيفاش باش يصورهم الخمسة ملايين؟ أنت ناس واحلة في قوتها تو أخوي. واحل أنت؟ لا إيش نقول لك، أنا حالي حال جميع الفنانين تو اللي صورتهم أنا في 2019 قاعد ناكل فيهم. أنا عندي مصروف وعندي ضرب حتى بون، ثم غيري اللي عنده نفقة، أنا عندي زادة كذلك نفقة، عندي مرأة فهمتني مريضة أنا عالج فيها وعندي صغار وعندي كذا مصاريف راي. إيه أما أنت خدمت في الصيف تتسمى محظوظ. الصيف هذا آه. ما يخدم محدش كون خدم الصيف هذا، قصت علينا الكورونا ما خلتنا نشتغل شوية في مر في شوية هي شوية أي غيرك في مهرجان واحد مش على المهرجانين. قلت هو مانيش خالص فيه. ماكش باش تخلص فيه تاول، المهرجان باش تخلص فيه بعد. اما خدمت حاجات بريفي معناتها دي جالا و... اي خدمت مش كيما مستانسين نخدموا، مش كيما قبل. علاش ما خرجتش مع جماعه سايب الليل؟ والله باش نقول لك نحشم. تحشم؟ انا صبرت قريب ل 40 عام باش نخرج تو مع نجم نزيد نصبر على غالب باش نعمل. ما عنديش مصاريف معناتها خشمك ما كان. عنديش مصاريف باش يهبط خشمي ما يهبط كان ربي سبحانه وتعالى على غالب عزت نفس ما نكذبش عليك نجوع وما نخرجش نقول واكلوني عز النفس والنيف ما خلوني لا نرخص ولا ندل. معناتها تحس انه
باش ما تتفهمش بالغلط ولا ما نعرفش عليك بالك شي تقصدها، اللي خرجوا وطيحوا من خشمهم؟ لا مش ثم فرق ما بيني انا وبين، مش كان انا بركة ثم اللي ما خرجوش هذا الاخرين ثم اللي ما خرجوش. اما ايش يقول لك؟ يقول لك ما احنا تهزينا في اللفان في عينينا الناس، واحد اللي احنا خدمنا وصورنا وهنا جينا توا نعملوا في المشاكل. واحد ايش يقول لك؟ شنو يا رسول الله يا اخي، هذا الكل ما خدمش وما عندوش توا خارج يوري في وجهه معناها فهمت توا فهمت. وحتى تضامنا مع انا متضامن معاهم متضامن معاهم متضامن معاهم، اما ما نجمتش ما نجمتش ما نجمتش. يقول لك صالح خدم وكذا والتلفزه وكذا ومن هنا ومسلسل وترى شنو هو جاي توا يطلب مع الناس وكذا. ما انا مسلسل ايش خلصت في المسلسل؟ يا حكايه فارغه يا فارغه. أوكا حضور. اللي أوكا حضور وكا هو وكا حضور. يا أخي عملت كرتاج وحدك ولا ما عملتش؟ لا. عمرك في حياتك لا عملت؟ لا. عندك تفسير عليه؟ عملت مرة واحدة أنا ونوي الغشام. لا شفته هذيك بتاع نوي الغشام، وشفتك مرة في مع الأسعد بن عبد الله وقتها وشبشير وجماعة وكل شيء. منسية. أما كرتاج وحدك ما عملتش؟ لا ما عملتش. علاش؟ عملت محاولة قبل ورفضوني ما عاودتش. يا اخي الدنيا ما هي محاولات، نعاود نعاود نعاود. يزي فيه البركه. شو اللي يزي فيه البركه؟ فيه البركه فيه البركه. كان جات منهم هما مرحبا ما باش يشوفوها مني انا جامد لبي بشرا. اي هذا جمهورك راهو جمهوري. يا جمهوري هاني المان هذا جمهور هاني نغني له جمهوري هاني نغني له. لا نغني له نغني له في الديار وفي الافراح وفي كذا. توا يا سيدي شوف، انت تقول على روحك رقم واحد في الفن الشعبي. ما نقولش على روحي انا، ما قلتش وقتاش قلت على روحي رقم واحد؟ الاسطوره. ما قلتش انا ما الاسطوره قلتش. فما ابعد من الاسطوره؟ فما شكون ما ابعد من الاسطوره؟ أيه؟ الاسطوره رايت نجم تكون حكايه كذب راي. على شريكي معناتها صالح الفرزيزي نجم يكون كذبه. نجم يكون كذبه، شنو المشكل؟ هذا عنوان ما نشد هذا يا تشبي خلي علقوه كذبه. قال شنو يا الناس كلها قالوا كذبه؟ كان انا مازلت ما قلتهاش. اخرى تبع في الفيسبوك واسمع السبان واسمع واسمع واسمع. تبع في فيسبوك فارغة. اللي تبع فيسبوك شيء غريب ولا شيء غريب شيء غريب. اما مكش كذبة، على خطر الكذبة ما عندهاش حاجات ملموسة في الواقع. انت عندك حاجات ملموسة، عندك نجاحات ملموسة، عندك غنيات يحفظهم لك الناس. نعم. عندك حضور، معناتها مكش كذبة، مكش نفخوا في صورتك وسيبوك. ما بالكش يظنوا هما كيك. ابعد من الاسطورة. لا ما نقولش. ما تقولش ها؟ قولش اللي شكر روحه مازال كيتعدت. اللي أي به راض صالح الفرزيت راض ولا باقي هجومي؟ لا رايد أنا مانيش هجومي. أنا مانيش هجومي. بشوفه 2020 يدخل 2021. 2020 عام الموت، عام المرض، عام الأحوال واقفة. عام 2021 نتمنيه عام الحركة، عام السماح، عام الصلح. لو نخيرك صلحك أقرب اليوم عام 2021 بين الهدي حبوبة ولا الهدي دنيا؟ تمد يدك للصلح مع شكون أكثر؟ أنا مد يدي للصلح مع الناس كل يختوني هما بركة أكثر. يختوني هما بركة. هما خاطينك. إيه يختوني هما بركة. هما خاطينك. إيه يختوني هما بركة. اتقوا شر غضب صالح الفرزيت. اتقوا شر، معناتها اللي حبوا يولي توب 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 توب، واللي كرهوا يا ويلو ويا سواد ليلو. ليه توتكيني وتحبني اسمه سكوت لك تو هكا تكلاشيني؟ ليه مش عمره ما كلاشيك هدي حبوبه؟ لا لا مش عمره ما كلاشيك هدي دنيا. مش هدي حبوبه. لا ليه هدي الدنيا قل من خرتل. انا بخرتل. كلنا مخرتلين. ليه مش هكاك؟ ما تجيش هكاك. تي معناتها كانت نجم تتعدى معناتها. ليه ما تتعداش؟ مادد الصلح اليوم اكثر، الهادي حبوبه الدنيا فيها موت ولا الهادي الدنيا الدنيا فيها أنا موت؟ انا حاطط السماح مع الهادي حبوبه اكثر من قبل منك الايام اللي دخلت حاجه وفات وفات. باهي حتى الدنيا شنو اللي مازال بيني وبينه؟ ما بيني وبينه شيء. شبشير وفهم رياحي الصلح واي جانب دو صفحه جديده مع شكون اكثر؟ انا مع بشير متصالحين وما عندي حتى مشكل مع بشير. ما تعداش عليا بشير. بشير قال انا نجيب جمهور اكثر من ما يصيرش. ايش بيه شنو المشكل؟ وتلك الايام نداولها بين الناس، مره هو يجيب اكثر جمهور مره نجيب انا اكثر جمهور، شنو المشكل؟ فهمي الرياحي نسكروا الملف نتاع العرك معاه ولا ليه؟ عام 2021 مسكر. وهو هو قال لك انا يا اخي ما عادش نغني لك غنياتك وكنت نحبك ونغني لك غنياتك خاطر نحبك. اي ماذا بيا ما عادش يحبني ما يغني لي غنياتي هو من غير اذن. اذا باش يغني باش يغني هو تو ما عادش يغني لك جمله. ما ينجمش باش يعاود يغني لي ما ينجمش.
شو معناتها مين؟ مين الجمس ما عادش ينجم، حكايته عندها اقتصادية ما عادش ينجم يعمل حتى شيء. يقول لك أنا هاو باهي يا سيدي هاو ما عادش باش يغني لك. نقعدوا أصحاب وخيان. إيه أنا أصحاب وخيان ونستناو القضاء وكو. عديت علي يا خويا راك. أي نهندس ما بيناتكم ديو. أنا ديو. أنتوا فاهمين. نجيبها لبعضنا لا يا ولدي. اسأل اسكندر، اسكندر هو اللي لاي بالفيديوهات بالكليبات. شوف مع سي اسكندر. شكون يعجبك اكثر بين سمير لوسيف ووليد التونسي؟ تو باش دخلني في امور من دخلك من دخلك ماهيش خزعبل. شكون يعجبك اكثر؟ شكون الزوز يعجبوني؟ شكون اللي تراه شكون اللي تراه فرزيتي؟ الفنانين الشعبيين الكل يعجبوني. شكون اللي تراه فرزيتي اكثر في مخه منهم الزوز؟ يا ولدي قلت لك كلهم يعجبوني. شكون اللي هو فرزيتي اكثر؟ يا ولدي فرزيتي انا فرزيتي انت ما حط فرزيتي وشدد على سنيه هكا فرزيتي انا شكون اللي بالحق شكون اللي تقول هذا واخذ من عند الفرزيت برشا في الشخصيه نتاعو في طريقه غناه؟ ايه كل حد عنده. انتم من الكبارات راهو تعلموا عليكم. كل حد عنده ثنيته كل حد عنده ثنيته. اما شكون اللي تراه اقرب لك فنيا؟ يا اخي هادي يرحم والديك خلينا اخويا. انت تحب برشا سمير لوسيف وتعتبره سمير لوسيف ما أقرب لك من وليد التونسي؟ الزوز أقرب لي يا سي الهادي. أخطأنا من المشاكل يا رحم والدي. ما عادش تقول لي سي الهادي، قولي هادي وكهو. أنت ما تبداش تعمل فيك القدر نتاعك راني نقدر فيك بعدني ودرا شنو. يا أخوي. باهي. فريقك الرياضي المفضل شنو؟ منتخب التونسي. أنت زاد وليد كيف هو؟ أنا من الأول قلت لكم راهو الأحزاب ورياضة الكورة ولا كل أخطأوني منها رحم والديكم. خليني. عندك فريق ما تحبش تقول عليه. عندك فريق ما تحبش تقول عليه وكون نتعدى. عندي فريق ما مش تونسي. ما هوش تونسي شنو؟ بريزيل. بريزيل. بالأخص هي مات بيلي وقالين شو قطع. بي. بش نعملوا أسئلة سريعة. أما تجاوبني بصراحة وبسرعة. وما تخممش. يا ستار يا جبار. يا والله ليه أسئلة بهين. ستار يا جبار. أنا قلت لك اليوم لقاءنا خفيف ظريف. أنا فيه شوية مطرق. لا وعنده انا باش نجم نقرب لمطارق منك انت مستحيل. به على شنو اكثر حاجه ندمت عليها في حياتك؟ اكثر حاجه ندمت عليها في حياتك حياتي اللي خرجت من السيارات المستقيم ومشيت للظلال. فرصه ضيعتها من يديك. فرصة. جاتك فرصه وضيعتها من يديك. اليوم تتحسر عليها شوي. برجع فرص. أكثر فرصة. أكثر فرصة. بالفن. جيك عقد، جيك كونترا، جيك إغراءات. لا ما جتنيش إغراءات. جاتك فرصة أنك تغني في إسرائيل ولا ليه؟ لا لا. لا لا. عيني في عينك. عيني في عينك. أيام باريس ما كلموكش على حفلة في. لا خدمت لهم غاديك في. لا ما تنساش راهو إسرائيل راهي فرق ماهيش فرقة واحدة راهي. أي ليلة نحكي في تل أبيب. فيها الماسونية وفيها الواحد ما نمشيش لهذيك. إسرائيل ما مشيتلاش أما غنيت في باريس غنيت اليهود التوانسة. نعتبرهم التوانسة ما همش يهود. شكون السياسي اللي يقنعك؟ يقنعك مش يعجبك. كي تسمع وتقول والله نعطيه وضني. والله ما نكذبش عليك انا راني السياسه خاطيتني ما نكذبش عليك كشخص ما ما نفهمش فيها راني تفهم انت ما تفهمش في السياسه فيها. انت السياسه كلها لو تتنحى لك بعيد الشر عليك كل الحواس تتنحى لك حواسك الكل الشم السمع البصر الذوق كل شيء ولازم تخلي حاسه واحده تعيش بها شنو هي الحاسه اللي تحبها تبقى معاك قلب القلب مش حواس والايمان إمام الحواس هو أي أما نحكي على الحواس الخمسة المتعارفين بهم الحواس الظاهرة الظاهرة ربي يسترنا ويستركم أخوي الله لي فقدنا في حتى حاسة لكن الحواس الكل حاجتي بهم ما كذبش عليك لو تخير أكثر حاسة لا لو ولا لو السمع ولا البصر الكل حاجتي لو بهم لو خيرك بين السمع والبصر كل حاجتي بهم حتى التذوق حتى من التذوق كل شيء حتى متذوق فاهمك في التذوق فاهمك أنا مدين في مسيرتي لهذا الشخص شكون الشخص اللي أنت مدين له في مسيرتك وتقول أنا صالح الفرزيت مدين له رضا القلعي لا يرحم رضا القلعي شو عمل معاك رضا القلعي قف معايا رضا القلعي قف معايا في بداياتي
ولحن لي ونوض في الاغاني نتاعي وراني كيفاش نسلم اغاني للدرودوتور بدون مدين الله يرحمه. اكثر كلمه توجعني هي سبان والدي بالخص. وبربي الناس معناتها نختلفوا مع الناس اما بالحق سبان الوالدين ما يجرحني برشا ما نكذبش عليك. ما نتمناش القدر نهار من نهارات يحطني فاس فاس مع الشخص هذايا. شكونه؟ أنا والله ما عنديش بنتوات مع الناس. أما أنا حتى كان ثم شكون متنابز معه ولا حاجة راني قلبي صافي ما نشدش الغل. به مع أو ضد شامل معاك لعبت مع أو ضد في 30 ثانية باش تقولي مع أو ضد. تحب تفسر تفسر تحب تفسر نتعديو. أنا منيش باش نتناقش معاك هذه مسألة قناعات. مع أو ضد حل البرلمان فدينا منهم. طيب تحب تدخلني للسياسة بالسيف مع حل البرلمان حل البرلمان مع أو ضد وكهو لكن ثم فايدة في حلين وأنا مع أو ضد تطبيق حكم الإعدام. والله إيش نقول لك هذه أمور ترجع للفقهاء. أما ليك أنت ترجع أنت للفقهاء أنت انسى الفقه وانسى القانون. أنت في قناعاتك الشخصية اللي يستحق الإعدام يتعدم. دونك مع الإعدام فيه صور في صور اللي تتوفر فيه. مع أو ضد الكلام الأحرس في الغناء. ضد ضد. مع أو ضد نقابة الفنانين الشعبيين في تونس. إذا كان ثم نقابة صحيحة أنا معها إذا ما تمش نقابة صحيحة. مع أو ضد المساواة في الميراث. لا الميراث عنا فيه أحكام شرعية أنا مع الأحكام الشرعية في الميراث. به توا شفنا جنة وترافيك نار. أي. جنة وترافيك نار وسمعناها هي ستيل جديد متاعك. هل هذا ستيل اللي باش تكمل به مع العزارة؟ ممكن أغنية معناتها اليوم تحطت في قالب نظيف في قالب جديد هي تكاش حبينا نعمل حبينا نظف ونقدموا حاجة نظيفة للجمهور. ش عنا بعدها؟ لا مازلنا توا مازلنا قبل العام الجديد ولا بعد العام الجديد الخدمة الجاية؟ لا ما دام قبل العام الجديد ما دام ما زالت كوريا الدور ما نجموش نعملوا حتى شيء. ما نجموا نعملوا حتى شيء للأسف الشديد. ربي إن شاء الله يرفع علينا البلاي. نشكرك برشا صالح الفرزي تعطيك الصحة ونذكر أنه جنة وترافيك نار في نسختها الجديدة ما فماش ما أحلى منها عايش وما بنها. نشكرك برشا.